السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا، بحبكم اوي، بحبكم في الله، ويا رب دايما مع بعض ان شاء الله. هنا معانا اهو كمية بصل، هنعمل شاورما للكريب. بس النهاردة هنعمل بس ايه، الشاورما بتاعة الفراخ واللحمة، فشوفوا كده هنعملها ازاي. المهم جبنا شوية بصل اهم، حسب الكمية اللي انت حباها وحسب الكمية اللي انت عايزة تحطيها. هنقطعه كده ايه، مجنح كده زي ما بتقولوا، تمام كده. هنقطع الكمية كلها اهو مع بعضينا، هي طريقة سهلة جدا جدا وما فيهاش اي فزلكة يعني، وما فيهاش اي اختراعات. وانا زي ما قلت لكم قبل كده، انا بعمل حاجات عادية جدا واي حد يعرف يعملها. وفي حاجات ناس كتير طبعا بتعمل حاجات احسن مني، انا مش بخترع يعني. واتمنى تشوفوا الفيديو للنهايه، وبحبكم قوي، بحبكم في الله، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وان شاء الله بكم هنكمل ان شاء الله وهنكون الاحسن. هنا قطعنا الكميه كلها اهي، تمام كده. وهننزل بقى بشويه زيت حلوين كده عشان كميه البصل اللي معانا كتير اهو، دخل على السوا اهو. شوفي انت حسب ما انت عايزاه يكون يعني مصفر كده، ماشي. عايزة تحمريه براحتك اهو، قرب كده خلاص، تمام كده. واهم حاجة تخلي بالك منه عشان يكون كله زي بعضه، ما تنسوش ولا يتحرق منك. وهننزل بقى هنا معانا طماطم وفلفل رومي. في طماطم نسيتها. الحركة دي بتحصل معايا كتير والله. نزلنا اهو بكام طماطمايه، 3 طماطمات، وباين كده 3 فلفل رومي برضو، قطعتهم وحطيناهم على البصل اهو. وهننزل بالتوابل بتاعتنا، فلفل، الفلفل الاسود والكمون والكزبره والملح، حسب ما انت حابه تحطي التوابل بتاعتك ايه يعني، تمام كده. تمام كده، معلش اني طولت عليكم. والفيديو بتاعنا النهاردة بسيط وسهل، وحطينا هنا البابريكا، وهنقلب كل الكلام ده في بعضه كده. هنقلب كل الحاجات دي، وهنيجي هنا على اللحمة بقى نشوحها تشويحة بسيطة. انا عشان عاملة النهاردة شاورما لحمة وشاورما فريخ، فالخلطبيط اللي عملتها دي، البصل على الفلفل على الطماطم دي، هقسمها على اللحمة وهقسمها برضو على الفريخ. هنحط هنا اهو اللحمة على البوتاجاز نشوحها، لان كان معايا 1/4 كيلو، وحطينا ملح وفلفل اسود، ونشوحها تشويحه كده على الماشي. والكمون هننزل برضو بالكمون، انا بحب التوابل كتير اصلا في اللحمه بالزيت يعني. هنقلبها كده تقليبه بسيطه، تمام كده، تمام كده. خليكم معايا للنهاية، وأتمنى الاشتراك واللايك ومتابعة قناتي بكل جديد إن شاء الله. بحبكم أو بحبكم في الله، ويا رب دايما بخير إن شاء الله وسعادة. أهو بنشوح هنا اللحمة، هننزل بالبصل والحاجات اللي احنا عاملينها دي. انزل بنص الكميه كده، او مش بنصها يعني، تلتها كده، لان انا عندي عامل الفراخ اكتر يعني. وهتسيبهم يستووا مع بعض كده، يتجانسوا مع بعض.
اهي دي شاورمة اللحمة، انا بعملها كده وبحشيها في الكريب على طول، بحب الخلطبيطة دي برضو كده، اصل هما هنا عندي يعني مدمنين مدمنين كريب، جوزي وبنتي الله اكبر يعني مدمنين كريب، فكأني كل يومين اعمل لهم كريب، كل يومين لازم والله اعمل الخلطة بتاعتي دي، وساعات كتير ما بصورش اصلا، دي مش هقعد اعيد لكم بقى، اعيد لكم اعيد لكم في نفس الفيديو. هننزل هنا بقى، ايه دول كانوا صدرين مقطعهم، سلقتها، سلقت الفراخ، انا ساعات ما بسلقهاش بصراحة، وبقطعها كده صغيرة واعملها كده على طول، اشوح برضو الفراخ، بشوحها تشويحة كده بسيطة، وبعد كده احطها على الخلطة دي تستوي. لكن المرة دي كنت سلق الفراخ، كنت سلق صدرين من الفراخ وقطعتهم كده حتت صغيرة، وقلت اسهل ليا يعني، وبصراحة كانت احلى بصراحة يعني. تمام كده، وادي كده شاورمة الفراخ جاهزة.